and the brilliant laser هي new technology. It's a new laser and a new approach لمشاكل عديدة بالجلد عنا إياها. هو laser diode laser. It's a laser FDA approved. فيه طريقتين بالشغل. مود بنقله original mode ومود permeable. الأوريجينال مود بيسمح لنا بمعالجة مشاكل عديدة بالجلد اللي ناتجة على التقدم بالعمر والإيجينج اللي عنا إياها. البرنسيب تبعه it's a fractional laser. منسلط ضوء الليزر على الجلد. الجلد بتحول هيدا الضوء لهيت وهيدا الهيت بيخلينا نرجع نحفز عمل الأنسجة بقلب الجلد. سو منعيد ترميم مشاكل الجلد اللي عنا اياها، منحفز شغل الفايبروبلاست، منرجع منعيد الاكسفولياسيون، منحسن الاكسفولياسيون تبع الجلد، بتعطينا هيك الجلد جلو اكثر، بتصير مور كلير، بتحسن لنا التكستور تبع الجلد، بتحسن الفاين رينكلز، بتحسن كل مشاكل الجلد اللي مرات بنشوفها من وجه شاحب وجه تعبان. بهيدي الطريقة اللي كتير نعمة ممكن نرجع نعيد ترميم كل مشاكل الجلد اللي عنا إياها، وبتخلي الست تحس من بعد الجلسة إنه هي جلدتها من جوا عم بيصير شيء. بيقولوا لنا إنه حاسين جلدتنا شوي ناشفة أو عم بتعقص شوي، بس لبرا ما عم تعطيهم شيء. هذا الإحساس بيضاين تقريبا شي يومين أو ثلاثة أيام، ومن بعدها بتاخد البيشنت نتيجة كتير حلوة، بتحس وجهها عن جد كتير مور كلير، عم فيه إكلة أكثر من قبل، والتايتنينج تبعية الجلد صار أحسن. يعني بتحس الست إنه جلدتها شدت من بعد العلاج، وإيفن من بعد كذا علاج بنحس إنه البورز بقلب الجلد، البورز تبع الجلد كتير بلشوا يضبطوا. المود البيرميا هو مود بيسمح لنا نخلق تشانل بقلب الجلد لحتى نحسن البنتراسيون تبع العلاج اللي عم نحطه. إذا بدنا نتيجة بسرعة أكتر أو وصلنا لمحل بلاتو معين بقلب بالتريتما، المود بيرميا بيحسن all التريتمنت اللي عم نعملهم، كان تريتمنت للايجينج، تريتمنت للسن دامج أو للأكني أو للتصبغات بقلب الجلد. الكلير اند بريليانت هو علاج ممكن نعمله باللانش بريك، يعني الداون تايم تبعه منه كتير طويل، وممكن نرجع من بعد العلاج يرجع الشخص يزاول عمله او حياته الطبيعيه. منعوز اجمالا بين 3 او 6 جلسات. عدد الجلسات بيتقرر حسب الكيسز اللي عنا اياها. مده الجلسه بتتراوح بين ال 20 دقيقه لل 40 دقيقه. ممكن نعمل تريتمنت لاجمالا المناطق اللي بنقرر علاجها، هو اجمالا عند الاشخاص هو الوجه، الرقبه، الديكولتي، الايدين، او حيلا منطقه بالجسم عايزه نعمل لها بوستنج بطريقه معينه. اجمالا بننصح البيشنت تعمل مانتونوس للتريتمون لها، يعني جلسه تقريبا بين الاربع ست اشهر او تسعة اشهر، حسب هيدا بيرجع لعمر البيشنت، للحاله اللي عنا اياها، او اذا عم نعمل هالتريتمنت ان كومبينيشن مع تريتمنت ثاني.